أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی، اللهم صل علی محمد، محمد وعلى آل محمد، وعلى آل محمد كما صليت، كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل، وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك، اللهم بارك على محمد، على محمد وعلى آل، وعلى آل محمد، محمد كما باركت، كما باركت على إبراهيم، على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، اس درود پاک کو اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.